السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه يا رب يا جماعة؟ تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة فيديو مهم جدا، فيديو مهم جدا جدا، اتمنى ان انتوا تشوفوا للنهاية. بس قبل بقى من نكمل مع بعضينا، اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك وعزيل لايكات كتير كده وشجعوا قناتي، ربنا يحفظكم ان شاء الله. في واحده جارتي بتشتكي من حاجه حصلت لها، الطيور بتاعتها بعد الشر عن كل السامعين ريحت. ليه؟ لان هي في يوم كانت خارجه فكانت مستعجله، فحاطه بواقي اكل في الثلاجه، بتعينها في الثلاجه، فهي مستعجله راحت جري حطتها للطيور، ونسيت ان الجو ساقع، ونسيت ان الحاجة المتلجة تأثر عليهم، فبعيد الشر بعيد الشر حصل لهم تريحة. طيب الباقي لي حل؟ بإذن الله لي حل. الحل ايه؟ انك انت تجيبي، ما تحطيش اي حاجة طرية، شايفة بقى الكرنب والحاجات دي، لا ما تحطيهاش بقى خلاص. نقعد على كده حوالي اسبوع، لا نحط ورق كرنب ولا ورق خس ولا ورق اي حاجه ولا اي خضره نهائي، تمنعي الخضره نهائي. هو كده حصل لهم عمليه اسهال، وبتقول ان البراز بتاعهم بقى اخضر، يبقى كده البرد اتمكن منهم. طيب نعمل ايه؟ نجيب العلف ونحط رده. انا جبت علف ورده وقلبتهم على بعض اهو. تعملي كده، جيبي علف ورده. طيب بس كده اللي انا هعمله؟ لا، هنعمل ايه؟ بصي هفتح بس البرطمان دي. نشا، احنا كلنا عارفين ان النشا دي بتربط البطن، يعني لما بيكون حد تعبان ولا حاجه بعد الشر، فايه النشا معروفه انها بتمسك الحاجه، بتمسك البطن، ايه، وفي نفس الوقت هي مغذيه. فاعمل ايه؟ احطها مع العلف والرده، اعمل كده واقوم حاطه لهم بقى ياكلوها. طيب في الحاله دي انت عندك بقى النهارده عاملين فضله خيركم، فضل محشي ورق كرنب بقى، وعندنا ورق خس، ولا عندنا تقوير بتنجان، ولا كل الكلام ده ستوب ستوب. عندك عيش ناشف حطيه، عندك دي شيشه حطيها، فول بصوا بقى تقومي حاطه كده، ده اللي انت هتعمليه. بس ليه بقى حطينا ناشف بس مش هنحط حاجه تانيه؟ هقول لكم، لان لو حطينا اي حاجه طريه هي معدته من جوه زي ما بيقولوا ايه، عايزه حاجه تمسكها، عايز حاجه تدفيها، حاجه تكون بقى ناشفه، هي كلت حاجه ساقعه فعايزه حاجه من جوه تدفيها. فنعمل ايه؟ نحط الوصفه اللي انا قلت لكم عليها دي. كل حاجه في الدنيا باذن الله ليها حل، بس احنا نخلي بالنا. لكن لو احنا حطينا ورق كرنب زي ده ولا الحاجات دي كلها حاجات هتاثر على الطيور بتاعتك وهتتعبها اكتر. ما تحطيش اي حاجه مبلوله، كل الاكل اللي هياكلوه اليومين دولت ان هم ياكلوا حاجات ناشفه. اللي مستمر بقى معانا ما ينسناش، واشتركوا في قناتي باذن الله رب العالمين، ربنا يحفظكم باذن الله. يبقى احنا كده هنحط حاجات ناشفه، الحاجه الناشفه دي هتهدي معدتهم، وفي نفس الوقت عارفين هي تبقى عامله زي، انا عايزه اقربها لكم، هتبقى ايه زي اللي بتدفي المعده. مش احنا لما بنكون بعد الشر حد بطنه وجعاه ولا حاجه يقول له لا اوعى تاكل في حاجه فيها تقليه، ولا تاكل تاخد بس ايه، ولا تاكلش حاجه تقيله ولا محشيات ولا الحاجات دي، خد سوائل. هنا الطيور مختلفه، الطيور عايزه حاجه بقى ايه، ما نقعدش نرهقها بقى في حاجات بتنفخ، حاجات بتعمل سوائل كتير، لا احنا عايزينها تتدفى. وفي نفس الوقت لما بناكل الطيور حاجات زي الكرنب والحاجات دي، هم بيتبولوا اكتر، خرجاتهم كتيره جدا ميه، عباره عن ميه. لا في الحاله دي انا بعمل مسك لمعدته. بس الوصفه دي حلوه، اعمليها وما تخافيش. الطيور انت بس تخلي بالك ان احنا ساعات مثلا بعدنا اكل زياده خايفين نحطه بره مثلا هيعفن وكده، فبنحطه في التلاجة عشان نحطه تاني يوم لطيورنا.
انت برضو حبيبتي اعملي كده، بس تاني يوم لما تيجي تحطي له تيورك اطلعه قبلها بساعتين في الجو اللي احنا فيه ده، اصل احنا مش في الحر، في الحر بنقلب اي حاجة، لان حتى في بعض الناس بيحطوا المية بيحطوا فيها تلج، لان المية بتسخن مجرد ما بنحطها على السطح، فالجو بيبقى سخن جدا جدا، فالحاجة بتسخن بسرعة، لكن احنا في التلج، احنا دلوقتي الجو ساقعة، هما بالنسبة لهم جهاز المناعة بتاعهم ضعيف، فمش معقولة اقعد ارهقه بحاجة متلجة. ده احنا حتى انا في الجو اللي احنا فيه ده لا بقلل نسبة المية جامد قوي قوي قوي، يعني لو بتحطي جردل المية حطي النص، والافضل ان انت تبيتيهم بالليل، المية ضعيفة جدا قدامهم. ليه؟ لان البط بيبلبط، فالجو هيبقى ساقعة وفي نفس الوقت المية ساقعة، فده هيضرهم اكتر، فيفضل ان انت تعملي الوصفة دي، انك انت في نفس الوقت خلي الارض عليها نشارة زي كده، النشارة هتدفي رجليهم. تاني حاجة تحطي العلف وحطي ردة، الردة من العيش عاملة زي، طالما ما فيش عيش انا بستبدلها بالردة، فالردة هتمسك معدتهم، والعلف في نفس الوقت انه هيمسك معدتهم ومغذي، يبقى احنا كده عملنا حاجة وصفة حلوة. تحطي بقى حبة النشا وكده ايه زي الفل، وربنا يا رب يحفظ سيورنا جميعا يا رب، ويرزقنا الخير ويجعل ايامنا كلها سعيدة يا رب، ما يجيبلكوش حاجة وحشة أبدا. وأتمنى بقى أنتوا متنسونيش في القناة وتشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس وشجعوني كده، وإن شاء الله كل الجديد يبقى معانا، واللي عنده أي سؤال يقول لي عليه. ورجاء نخلي بالنا إن الجو ساقع، ما نحطش حاجات ساقعة قدام الطيور. وكمان قبل ما نخلص الفيديو بتاعنا يا جماعة، المية كمان تحطي فيها ليمون، تفرمي 4 5 ليمونات وعليهم راس ثوم وبصلايه، وحطيهم مع وزودي بقى ميه، يعني ايه تحطي ايه، هتحطي البصلايه وراس الثوم و4 ليمونات تضربيهم كلهم في الخلاط في شفشق ميه، وتحطيهم في اللي انت في المسقه بتاعتك، وزودي عليهم شفشق ميه واحد، وشربيهم بقى، وباذن الله هيبقوا زي الفل وما بقاش فيهم اي حاجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.